ويا مساء الخيرات وريالات، وانتم دائما معنا مع كلنا نفوز الليله. 12 متسابق رجعوا من جديد بعد ما جمال التونسي فات بالحيط وجاوب غلط على موضوع سؤال هيك كان. بدي تركزوا معي الجميع، السؤال المقبل من نجم او نجمه بيطلعوا معنا كل يوم بيطلوا عليكم، الجواب بألف ريال. احنا حابين نعطيك يا عادل ألف ريال، يا شوقي، يا محمد، واللي ناس ما عندهم كثير فلوس هنعطيكم ألف ريال. ركزوا معي ركزوا معي، هأعطيكم الجواب، حنشوف مين نجم حلقة هالليلة وهو صديقي وحبيبي وأخي جوزيف عطيه. مرحبا، رمضان كريم عليكم جميعا، وإن شاء الله يا رب هالعيد بيحمل كل خير وبركة على الجميع. سؤالي لكم اليوم، مؤخرا صدر أغنية من ألبوم الخامس، اسم الأغنية شوي طبيعي، شي طبيعي أو طبيعي، وإن شاء الله كلكم الليلة بتربحوا مع مصطفى الأغا والأم بي سي. ينعاد عليكم جوزيف عطيه. وتحياتي للنجم الكبير جوزيف عطيه ولأخته كمان أنجي. لحظة، الجواب جواب 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 هو طبيعي. صرتم جاوبين؟ لا، ما قلت لكم استنوا، بس أنا بدي أعطيكم الجواب. محمود معلقة معه، محمود من الكويت معلقة، عم بيخانق، معلقة معه محمود. مبين عليك أنك معصب محمود. قلت لكم استنوا شوي بس، ما حدا بده يستنى. طيب، الجواب هو طبيعي، ما هيك؟ أو خلينا نشوف الجواب بلسان ولا جوزيف. يلا. طبيعي أعاني وجن في غيبتك، وأشوف الثواني ساعات وغربتك. وراح نشوف مين جاوب غلط. عبد الله، لا ما عرفنا هو الجواب، وأيمن عصب أيمن، والمشكلة عم بيعصبوا على الهواء. يا جماعة الخير، عصب نحن على الهواء، على الهواء معناته عبد الله ومحمود وصالح راحت عليهم واسودت عليهم الدنيا وظلوا معنا الباقي، بس كل واحد زاد عليه ألف ريال. دعاء ريهام، عادل، شوقي ومحمد والمنذر وبعد نوح. طيب، السؤال رقم 17، أي دولة إفريقية كانت تعرف باسم ساحل الذهب سابقا؟ أنغولا، ليبيا، أم غانا؟ أي دولة إفريقية كانت تعرف باسم ساحل الذهب سابقا؟ أنغولا، ليبيا، أم غانا؟ يلا يا دعاء. رهام رهام، يلا يا رهام، الوقت. رهام رهام جاوب، مين جاوب؟ رهاب مين جاوب؟ انت مين اللي جنبك؟ رهام رهام مين جاوب؟ مين اللي جاوب؟ انت ولا هو؟ رهام ما تسمعيني؟ نعم. مين اللي جاوب؟ ايه عم بسمع. مين اللي جاوب؟ جاوبت غانا. ايه بس مين اللي جنبك؟ ما عرفتين عليه. زوجي. زوجك، والنعم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مين صاحب الكلمه بالجواب، انت ولا هو؟ انا جاوبت صراحه. ايه؟ قال لي لا، انغولا. قال لك لانغولا. طيب لا والله، خلي اذا هلا ما انه جواب غلط خليه يقوم يعمل لك شيء شغله هيك، يجيب له كاسه شاي ولا لازم لانه هي جوابك انت اللي صح. الجواب الصح هو غانا. صح.